القائد حفظه الله يجسد البعد الديني والقيمي لمسيرة الخير بحرصه على خطبة الجمعة وأداء صلاة الجمعة بين المواطنين في جامع السلطان قابوس بنزوة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام.